أكلاتك غير من عنا، مشروع بدأ به محمد أحمد الصعيدي جريح الواجب في الجيش العربي السوري من ذوي الهمم العالية، لم تثنه جراحه عن التقدم في الحياة، متسلحاً بالأمل والإرادة ومقدماً نموذجاً للتحدي ومثالاً للبطولة يقتدى به. جريح من جرحى الجيش العربي السوري، أنا أصبت بعام 2016 بمدينة حلب بالكلية الفنية. الإصابة اللي انصبت فيها أنا هي عن طريق صاروخ موجه، صار عندي شلل طرف علوي أيسر، نسبة عجزي 50%. الجريح محمد صعيدي بدأ مشروع مطبخ يقوم على إعداد وجبات منزلية من خلال التوصية عبر حسابه على الفيسبوك. مشروعي أنا اللي بديته أول شيء، يعني أنا ما كنت أني أشتغل بهذا المجال نهائياً، بس هذا المجال هو أعطاني مثل تحدي، لأنه تشوفني الناس كلياتها أنه أنا كيف عم بشتغل، كيف عم بقدر أني أطور حالي حتى بموضوع شغلي، وطبعاً عن طريق الناس اللي ساعدتني كمان ووصلت مشروعي لهذا المستوى لهون، كان عن طريق النت أو من عن الأشخاص العاديين اللي دعموني كمان. ذوي الهمم أو جرحى الجيش، أنا ما بحب إنه يكونوا عبء على حدا، تمام؟ يعني نهائياً، يعني هلا حتى مثلاً لو نحن عم ناخذ رواتب أو كذا، لا نهائياً أنا بدي أشتغل، بدي أطور حالي، بدي أعمل شيء، بدي أساوي، بدي أرجي الناس إنه أنا عم بشتغل شيء. كما أنه يرغب بإنشاء مطعم للوجبات بحيث يكون الطاقم من جرحى الجيش العربي السوري، وقدم الفكرة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. هلا أنا شفت الشؤون الاجتماعية والعمل هن اقترحت المشروع تبعاتي عليهم، إنه مشروع يكون يعني مطبخ بيشمل تشغيل الجرحى وتشغيل مثلا ذوي الاحتياجات الخاصة كاملين بالمطبخ، يعني مثل ما شفتي أنت عندي هون فتي مثلا، بجوز انه انا مثلا اللي عنده شلل او عنده مشكله ثانيه صحيه، مثلا اللي عنده شلل بيقدر انه يقعد يحط كرسي ويقعد على الطاوله يشتغل هو وقاعد. انا الشيء اللي عم بحاول اني اوصل له هذا الموضوع، انه يعني ياخذ كذا شريحه مثلا من ذوي الهمم. انا اسست صفحه على الفيسبوك اسمها اكلاتك معنا غير، امبارح احتفلنا بعيدها 16,000 متابع صار عليها. بتمنى الدعم منكم وبتمنى انه تتابعوني، واي ملاحظه انتم بتحبوا تحطوها مثلا على الصفحه عن الاكلات، حتى لو تقترحوا علينا اكلات جديده كمان ما في مشكله. يبقى جرحى الجيش العربي السوري عنوان الاراده والامل الذي لا ينضب.